بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ دكتور يوسف أبو علوان السيد، أستاذ أمراض النساء والتوليد، كلية طب جامعة الزقازيق، دكتوراه من سنة 1994 وزمالة إنجليزية. الحقيقة حابب أكلمكم النهاردة عن موضوع تسمم الحمل اللي احنا بنسمعه كتير. الحقيقة ده اسم، أول حاجة ده اسمه خاطئ، مفيش حاجة اسمها تسمم حمل، لكن هو اسم ده شائع من زمان ولغاية دلوقتي مستمر معانا، مع أن مفيش حاجة اسمها تسمم حمل. إيه أعراض تسمم الحمل؟ الحقيقة مالوش أعراض في الأول، ما بيكتشفش خالص، احنا بنكتشفه في الآخر. طب بنعرفه إزاي؟ أو هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنه الضغط بيعلى، لو الضغط عالي عن المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي يعني ما يزيدش عن 140-90، او لو انا قايسة الحمل بتابع عند الدكتور بتاعي او الدكتورة في اثناء الحمل ولقيت الضغط زاد 30 في القراية العالية او عن 15 في القراية الاقل، يبقى اكتر من 140-90. الضغط لما بيعلى لو في زلال في البول طبيعي انه ما يبقاش في زلال او موجود بنسبة بسيطة جدا. تالت حاجة لو في تورم في القدمين، ده الثلاثي بتاع تسمم الحمل أو ما يسمى تسمم الحمل. طب العيانة بتشتكي من، هي بتشتكيش من حاجة، هي واحنا بنكتشفه بالمتابعة أثناء الحمل. عندنا الست الحامل بتتابع مرة كل شهر لغاية 7 شهور الأولانية، ومن 7 شهور الأولانية لغاية بداية 9 مرة كل أسبوعين، ومن 9 مرة كل أسبوع. في الروتين او في ما بتروح للدكتور او الدكتوره او في الوحده الصحيه بتقيس الضغط، طول ما الضغط اقل من 140-90 او ما زادش عن 30-50 على القرايه اللي انا قايسها قبل كده، وبنعمل اختبار، بناخد عينه بول وبس، بمجرد ان احنا في حاجه بنحط زي اختبار السكر كده في البول بتقول لي في زلال في البول ولا ما فيش بالحكايه دي. لكن الحاجه الثالثه اللي هو تورم القدمين، ده طالما انه ضغط الدم طبيعي، طالما انه ما فيش زلال في البول لا قيمة له، تورم القدمين لا قيمة له، يبقى ده تسمم الحمل. ايه خطورة تسمم الحمل؟ تسمم الحمل ده لو ما تعالجش كويس له مضار على الام وعلى البيبي. على الام ممكن تخش مني في تشنجات الحمل، تشنجات الحمل دي مش هزار، دي بتموت، دي بتعمل نزيف في المخ، ممكن الام تموت فيها لو ما تعالجتش كويس، لو الضغط عالي زيادة بيوم يعدي 160-110، أو لو الزلال زاد بكمية كبيرة جدا. طيب تورم القدمين له قيمة؟ لا، ملوش أي قيمة خالص. نقدر نمنع تشنجات الحمل، لكن ما نقدرش نمنع تسمم الحمل اللي هو ما قبل الارتعاج باللغة العربية الفصحى، اللي هو ما قبل التشنجات اللي هو بنسميه تسمم الحمل، اللي هو لو دخلت في التشنجات دي علاجها ان انا اوقف التشنجات، انزل الضغط، وبعدين اولد البيبي. العلاج الحقيقي لتسمم الحمل هو ولاده البيبي، مفيش علاج تاني. طب بنعمل ايه عشان خاطر الام الحامل؟ طب الام كل واحده حامل وضغطها عالي وجالها زلال في البول ننزل الحمل؟ لا، ما ننزلش الحمل، بندي علاج، ننزل الضغط بس علاج امن، بدي الادويه اللي هي زي الالفا ميثايل دوبا او الالدوميت اللي موجود في السوق او اللابيبريس اللابيتولول، دي حاجات الدكتور هو اللي بيكتبها. في ادويه ضغط ما ينفعش ومضره جدا للحامل لو خدتها، لازم يبقى براجع الدكتور الاخصائي او الاستشاري او الاستشاريه بتاعتي لامراض النساء والتوليد، تدي علاج الضغط المناسب بالراحه، نتابع الجنين في كل ده، نتابع الجنين لغايه لما اوصل لمرحله معينه اوزن بيها ما بين ان البيبي يقدر يعيش لو اتولد بره، وما بين ان احافظ على صحه الام، ما تخشش مني في تشنجات، لان لو دخلت في تشنجات دي ملهاش حل، لازم تولد والا لا، لازم تولد وبسرعه، ولازم انزل امنع التشنجات وانزل الضغط وتولد بسرعه. الموضوع مش حكايه دي، لانه زي ما قلت كده لو دخلت مني مرحلة متقدمة في تسمم الحمل ده بمشاكله، نزيف في المخ، ممكن المشيمة تنفصل بدري البيبي يموت، ممكن الكبد يحصل فيه أي مشكلة، نزيف في الكبسولة اللي حوالين الكبد ويحصل نزيف داخلي، يعني مرض قاتل مميت. عشان كده كانوا بيسموه تسمم، لأنه ده ما بيحصلش غير للستات الحوامل.
ببساطة جيدة جدا الوقاية خير من العلاج. أتابع الحمل، بمتابعتي للحمل أقدر أكتشف إذا كان ضغط عالي، أشوف الزلال في البول موجود ولا لا. طول ما الأمور مستقرة أنا في الأمان. بمجرد لو الضغط عالي أو بدأ يظهر زلال في البول أبدأ أدي العلاج المناسب لغاية لما نوصل 36 أسبوع أو 34-36 أسبوع، وبعد كده لازم العانة دي تولد يعني مش لازم تولد يعني قيصرية، تولد يعني نعمل طلق صناعي ممكن حسب الظروف بتاعتها، واللي هيقرر برضو ده طلق صناعي أو قيصرية الأخصائي أو الاستشاري المعالج حسب كل حالة. من الحاجات الجميلة أو اللي ممكن بتاقي ما قبل أو تسمم الحمل، العانة لو بتاخد كالسيوم، لو بتاخد بيبي أسبرين اللي هو أسبرين الأطفال، في دراسات اتعملت، او بتاخد مثلا حاجه زي الاوميجا، وجد ان الحاجات دي ممكن تقلل لي حدوث تسمم الحمل. لكن اهم حاجه نمنع بيها او نقلل بيها تسمم الحمل هو متابعه الجنين اثناء الحمل ومتابعه السيده الحامل اثناء الحمل. نقدر نلقط الحالات دي في الاول قبل ما تخش مني في مرحله في مرحله الناس في اللي قلنا عليها، او مرحله انه يحصل الكلى وظيفتها تبوظ او الكبد وظيفه تبوظ او يحصل ان النزيف في المخ. كل دي حاجات قاتله وبتسبب نسبه كبيره جدا من الوفيات. طبعا هما كان في ثلاث اسباب رئيسيه لوفيات الامهات في العالم كله، كان واحد منهم اللي هو تسمم الحمل. تقريبا دلوقتي قلت هذه النسبه في الدول المتقدمه، ما عادش موجوده خالص، لكن ستيل ولا تزال موجوده في البلاد اللي زي حالاتنا كده بنسب برضو مش كبيره، بس قدرنا نغطي عليها بمتابعه الحمل. الحاجه الثانيه اللي هو الانفكشن او الالتهابات اللي ممكن السيده الحامل تتعرض لها، ده برضو من الحاجات اللي كانت قدرنا نسيطر عليها. فضل حاجه بس اللي هي التجلطات اللي ممكن تحصل اثناء الحمل، دي لا يزال سبب يعني في تحدي معاه. نقدر نتغلب على تسمم الحمل او نقدر نتغلب على تسمم الحمل بالمتابعه، وزي ما قلت نتابع الضغط، نتابع زلال في البول، تورم القدمين او تورم الجسم لا قيمه له طالما ان الضغط كويس وزلال في البول مش موجود. اتمنى يكون قدمت استشاره او معلومه سهله وبسيطه. متابعه الحمل ثم متابعه الحمل ثم متابعه الحمل والوقايه خير من العلاج. اشكركم، شكرا جزيلا.